أصدقائنا المشاهدين بنقول ألف ألف مبروك للبنان والمنتخب اللبناني على الانتصار اللي حققه اليوم ضد المنتخب الكوري 2-1. الأجواء رائعة بالمدينة الرياضية، نحن هلأ بالباركينج تبع المدينة الرياضية والمشجعين عم بفلوا على بيوتهم، ولكن الفرحة عامرة وين ما كان والبهجة في معنى. اثنين بحبوا شباب، بحبوا تعطونا بس كلمة شباب بعينك أول شيء لا بحبوا تعطوا كلمة بس للكاميرا لو سمحتوا، بدنا انطباعاتكم، وين كنتوا قاعدين مثلا، وين شو كيف كانت الأجواء عندكم؟ أول شيء وكل شيء كنا قاعدين على العمود. لا لا كيف شو هالعمود كيف يعني؟ حضرنا الماتش على العمود. لك لا إنه كيف على العمود؟ على عمود الكهرباء قد ما في عزقة وكل شيء بالملعب، ما في محل. صح لا شو في عالم مظبوط، كان في ما كان في محل يقعد. حتى ما حدا قبل قعدة بحرجه كل شيء. بس تعال الشغلة، أنا ما حضرت الماتش أبداً. لا ما كنت بركز ابدا على الماتش. ليش ما كنت بركز؟ كنت مقهور من قلبي. لا مقهور وجد ولو بتنقي انت العمود الكهرباء تخيل وتقعدني على الرفيق. طب حظ شو بعمل لك حظ؟ حكي حال شباب، خلينا بس ناخذ انطباعاتكم، انتم مع مين كنتوا؟ مع اي فريق عم بتشجعوه بالمباراه؟ مع لبنان. طبعا مع لبنان. في عندكم حدا معين مع لبنان ولا كيف؟ طبعا مع فريق لبنان، بس بتعرف الشغله في محل انا حسيت حالي ما هيك بجدي، بحسيت انه كنا تعاطفنا شوي مع فريق كوري. مع الكوري. مع الكوري. ليك انتوا عم تتعاطفوا مع الفريق الكوري؟ لانه اكلوا اثنين. واو سقوية اكلوا اثنين. بس انا اكثر شيء كيف طعمون ياهم؟ انا اكثر شيء وكل شيء انا حبيت رضا عنتر. واو رضا عنتر شو قوي. اي لاف رضا. مثل الحصان. وعباس. بس تعرف شغلي انا كثير زعلان منه لرضا عنتر. ليه؟ هيدي مين عبلة اللي عم يظهر معه؟ عبلة؟ مين هاي؟ ما في عبلة؟ عم بيظهر عم بيقولوا عم كان على التي في عم بيقول هيدا رضا عنتر وعبلة. هذا مين العقرب اللي عم بيظهر مع فردان؟ معلش بعدين شو عم بيلعب لك؟ بيلعب لها متوسي حلوة. اوكي. وعباس عطوة. واو يا خزلان فخده هالقد. إذا فخده هالقد يا سؤال بركز على الباتش كده كل شوية بتطلع لك. لكن المنتخب اللي بعدين في لعيب كثير بهدو هيثم فعور. واو قوي فعور. شو حمس؟ شو حمس هلا؟ سوري بس بوين بيعمل شعراته بالزوم؟ ايه شعراته كتير. وحسن شعايته. عن جد شعايته. شعايته. بردان. اوكي. طيب بسألكم بس بالمنتخب الكوري، ليه ما حبيتوا حدا من اللعيبة مثلا؟ ما كان حدا عم بيعجبكم فيهم ابدا؟ نو واي. ليه؟ نو واي. كوري زبدنا فيهم. شو ليش؟ ما انو انا عازي كلهم قطعهم صغيرة. صغيرة. صغار بالعمر ولا بالطول ولا شو؟ بالحجم. بالحجم. بعد حدا بقول لك كوري؟ كوري؟ ما كان حد يشكركم في عندكم بعد شي كلمة تقولوها قبل ما تاخذوا من الاتصال المباشر على الهواء؟ بحب أنا هون أقول لنا الاتحاد إنه يعملوا لنا ماتش أنا ووجدي ضد المنتخب اللبناني. اثنين ضد 11. اثنين ضد 11. أنت ضدهم ليه بقى؟ كيف ما بتصبح؟ لأنه منتخب لبنان بفوتوا كتير. كتير بفوتوا قوي. بفوتوا جوان يعني. طبعاً. طيب على كل حال عندكم شيء بعد تنختم الاتصال المباشر على الهواء؟ سالم في الالكس. نعم. مجدي بغنى. بغني؟ انا بحب غنى غنية للمنتخب. ما انا بغنى. بغني؟ ايه وبيا شجعنا. اوكي. رح غني غنية انا ووجدي، رح اقول مقطع منها. يلا نسمع مقطع منها لو سمحت. يلا. منتخبنا منتخب اللبناني، لا 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 لا، كل واحد أقوى من التاني، لا 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 لا، والأول بيمرق له هي والتاني بيفوتوا فيه. قوية كتير. طيب يلا بنشكركم كتير أعزائنا. يلا بنشكركم. هلا عودي إلى الاستوديو، كنتوا مباشرة من ملعب المدينة الرياضية من الباركينج. شكرا. باي منتخبنا. باي حبيبي. سالفة لك شيء. نعم. هلا خلصت انت كل شيء على التي في؟ ايه خلصنا. وهذا شو بدك تعمل فيه؟ شو هذا؟ هذا الميكروفون. ما نضبه مع العده مع الاغراض. شو بدي اعمل فيه؟ تعطينا اياه بنعوزه اكثر منه. نوكي خلينا نعوز. عاوز الميكروفون. منتخبنا منتخب.